أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك؟ شعار الأيام الوطنية لحماية المستهلك في دورتها الثامنة. نقاش المشاركين عرض أهم القضايا المطروحة على مستوى الممارسة والرقابة القانونية، فيما اتفق الجميع على أن سلوكات الاستهلاك ذاتها تحتاج المزيد من التوعية والتحسيس. تشتت أو هدف سيفساء اللي كان في الحكومة التي تعنى بحقوق المستهلك لا تخدم مصلحة المستهلك، فأصبح ضروري حاليا إنشاء وزارة الاستهلاك التي ستعنى بالاستهلاك بصفة عامة وبحقوق المستهلك بصفة خاصة. النقاش حول إصلاح منظومة حماية المستهلك واقتراح إنشاء وزارة خاصة بالاستهلاك تجاوبت معه الحكومة بشكل إيجابي، لكنها دعت في ذات السياق إلى المزيد من العمل المشترك لتحسين منظومة الاستهلاك. إذا كان الدفع في هذه المؤسسة تكون لحماية المستهلك، نقدر نقول لك أكثر من هذا، أهم شيء ماشي قضية وزارة أو مؤسسة، أهم شيء هو يكون عندنا يعني لي مويان أو يعني إمكانيات بشكل قوي وبشكل كبير جدا، لان حياه اولادنا وبناتنا يعني عزيزه علينا وما يمكنش نفرطوا فيها فقط بدراهم قليله، وللاسف ان هذا كيحصل. الايام الوطنيه لحمايه المستهلك كانت فرصه لمراجعه الجهود المبذوله في هذا المجال، سيما تكوين اطر تقنيه وجمعويه، كما دعا المشاركون الى ضروره تحسين الاطار القانوني. في ذات السياق تم الإعلان عن جائزة وطنية لحماية المستهلك سيتم اعتمادها انطلاقا من السنة القادمة.